ولذلك بر الوالدين سبب من أسباب النجاة من المهالك ومن المصاعب ومن المفاوز. ولذلك يوجد بعض الناس سبحان الله العظيم يقع في مشكلة فينجيه الله عز وجل وما يدري من أين. أن هذا من برك بوالديك، يقال له من برك بوالديك. أنا رأيت بأم عيني حوادث سيارات، أجزم أن اللي فيها ما خرجوا أحياء، بل ولم يخرجوا يعني سالمين، ميتين سالمين من حيث البدن. يعني اللي يرى الحادث يجزم على أن هؤلاء ما تستطيع، يعني مقطعين، ويخرج سليم سبحان الله، في خدش هنا ولا سليم. الله أعلم أن هذا بسبب بر الوالدين، بسبب بر الوالد، الله أعلم سبب ذلك، أو عمل صالح أو شيء بينه وبين الله. لأنك تجزم على أن صاحب الحادث هذا ما يمكن يطلع سليم. كثير من الناس يعني في مجاهيل الصحراء ومتاهات المفاوز ينجيهم الله عز وجل بسبب الأعمال الصالحة. ومن أجل الأعمال وأفضلها بر الوالدين، والنصوص هذه صريحة فيها على أن بر الوالدين سبب من أسباب النجاة، ودعوة الوالد مستجابة لولده.